انا ببسط بايدر يعني ببسط بالمواهب اللي بتيجي وقد ايه ببقى فخور ان انا من الدول العربيه اللي فيها الثراء الفني الفظيع ده. فان شاء الله زي ما كان النهارده كده كاستنج ناجح جدا في المغرب, استنونا يوم 2/5 في الجزائر بكل المواهب القويه اللي موجوده في الجزائر, لازم تيجوا يوم 2/5 فين بقى؟ هنا فين؟ الحته دي بالظبط كده, هنستناكم يوم 2/5 لان دي اول مره موجودين في الجزائر العاصمه, انا هبقى موجود واسمع بقى اشوف معلش هنشوف بقى المغرب ولا الجزائر, انا اسف